عطلة قصيرة لتلاميذ الابتدائي أهلا وسهلا ومرحبا بكم قبل أن نبدأ مع بعض فيديو اليوم لا تنسونا فضلا وليس أمرا بالإعجاب الاشتراك مع تفعيل الجرس على الكل لكي يصلكم كل جديد إذا عطلة قصيرة لتلاميذي الابتدائي ابتداء من اليوم الاثنين الخامس والعشرون من سبتمبر والسادس والعشرون والسابع والعشرون والثامن والعشرون من شهر سبتمبر ألفان وثلاثة وعشرون وذلك بسبب استدعاء لتكوين معظم اساتذة التعليم الابتدائي حسب شبكة المواقيت الجديدة للسنة الدراسية 2023-2024